اهتزت ساكنة جامعة أولاد قناو بإقليم بني ملال قبل أيام على وقع فضيحة جنسية مدوية تمثلت باستغلال جنسي للاعبة تمارس ضمن فئة الصغار في فريق لكرة القدم من قبل مدربها. وأوضحت يومية الصباح الصادرة اليوم الثلاثاء أن المعلومات الأولية كشفت أن المشتبى بها البالغ من العمر 53 سنة استغل سلطته ووضعه الاعتباري مدربا لفريق الإناث فئة الصغار للتغرير بالضحية القاصر 15 سنة واستمالتها والتحرش بها قبل الشروع في استغلالها جنسيا. وتبعت اليومية أن المتهم الموقوف قرر استمالة الضحية وتمكن من التأثير عليها واستدراجها إلى مخططاتها، خاصة أن مركزه مدربا ومربيا للفئات الصغرى يجعله خارج دائرة الشك. وأشارت إلى أن الجاني لم يكتفي باستغلال الضحية جنسيا بل لجأ إلى توثيق ممارساته الشاذة والاحتفاظ بالصور بذاكرة هاتفه المحمول لمواصلة استغلالها وابتزازها في حال رفضها الرضوخ لمطالبه الشاذة قبل أن يتم تسريبها من مصدر مجهول، وما زالت الأبحاث جارية لتحديد هويته.